اهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعي روتانا فم في المملكه العربيه السعوديه. في هذا الجزء من الحلقه مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشه تباعا الاستاذ ناصر الاحمد والاستاذ علي الزهراني هما ضيفا هذه الحلقه. طبعا كنت بشرب التليفون على الشباب قطعه في مكان ثاني والمخرج خلى الكاميرا عليه. جاهز التليفون يا شباب؟ جاهز؟ جهزوا لنا التليفون. صادنا واحدة من الإشارات تليفون وفاصل وتقرير ثم الكاميرا تكون عليكم. اليوم يعني في عندنا عدد من المواضيع اللي تخص البيت النصراوي. اليوم كان في اجتماع لرئيس النادي مع اللاعبين وهذا الاجتماع وصف أنه من الاجتماعات الناجحة اللي وضع فيها رئيس نادي النصر بعض النقاط على الحروف. في عمر هوساوي تحدث عن موضوع حسين عبد الغني وكمان في موضوع سعد الحارثي راح يكون معنا ان شاء الله ديب الدحيم في جزء من الحلقه نتكلم فيه عن بعض الاخبار اللي كانت بالامس. معنا الان على الهاتف الكابتن حسين عبد الغني لاعب الدولي كابتن منتخب السعودي سابقا ونادي النصر حاليا. مساء الخير يا كابتن. هلا والله اخوي تركي، مساء عليك وعلى الساده المستمعين والموجودين عندك في الاستوديو. كابتن حسين، اول شيء تعرف انه كل الناس تسال واكيد انت طبعا جوالك ما توقف الايام من الاتصالات عن موضوعك مع عمر هوساوي، هذا ما دخلنا للحديث معك، ايش اللي صار يا كابتن وايش اللي تبغى تقوله اليوم؟ احنا كان في بيني وبينك امس تليفون وقلت يا تركي انا ما راح اتكلم الا بعد الاجتماع مع رئيس نادي النصر لانه لا يمكن ان نتحدث قبل ان يكون هناك اجتماع مع رئيس مجلس اداره نادي النصر. الحديث لك الان يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني يمكن طلع يعني يمكن على الـ على الـ على القنوات الفضائيه وعلى الصحف موضوع اللي صار بينه وبين عمر، يمكن يعني كبر بطريقه او باخرى. يعني يمكن انا وعمر في الفتره اللي راحت يعني ما حبينا نتكلم يعني او ما تكلمنا في الموضوع هذا. انا اول مره اتكلم في الموضوع معك اخوي تركي وانت عارف هذا الشيء. طبعا هذا بيصير كرة القدم، هذا شيء بيصير يعني انه احتكاك بيكون في التمرين او شيء، هذا شيء طبيعي ترى، مو شيء يعني غير مألوف، هذا شيء طبيعي انه بيصير. الحمد لله الامور انتهت. يعني اليوم كان عندنا اجتماع مع الامير فيصل والحمد لله اكثر من ممتازه، سواء على هذا الموضوع او على مواضيع اهم واهم بكثير يهم النادي بشكل كبير. يعني الامور كلها ولله الحمد طيبه. طيب كابتن، موضوع اعتزالك روج في اليومين الماضي انه حسين عبد الغني سيعلن اعتزاله نهايه هالموسم. والله طبعا بيقول انه يعني ما احد الصحف يعني يمكن نشروا او تصريح او خبر الله اعلم ما ادري بالضبط، لكن لا نهائيا ما في شيء. انا لما يكون عندي شيء يعني انا بتكلم فيه يعني صفه رسميه يعني، لكن انه تصريح او شيء لا، حتكلم بصوته وصوتي ان شاء الله لكل الناس يعني انه انا خلاص. وطبعا وهذه الكوره يعني كل شيء او كل شيء في الدنيا هذه له بدايه وله نهايه، يعني ما حد بيستمر الدوام لله سبحانه وتعالى. لكن انا حاسس نفسي اننا ان شاء الله اني قادر على العطاء وما هذا الشيء ما صار. يعني كابتن، في كل يعني قضيه حول حسين عبد الغني داخل نادي النصر دائما يتم الحديث عن حقوق حسين وانه اداره النادي تسكت عشان حسين له حقوق. ما سمعنا لك تعليق على هالموضوع. لانه هذا الشيء انا ما قيت اتكلمت عن هذا الموضوع نهائيا ولا قيت طالبت انا بحقوقي من نادي النصر او انا قلت انا لي حقوق او شيء. فهذا الشيء يعني ما نتوقع أن هذا الشيء يخص حسين عبد الغني وإدارة نادي النصر، وإدارة نادي النصر أكيد أنها أكبر من يعني الكلام هذا اللي بينقال أنه إدارة النادي ما بتلتزم. بالعكس يعني ما إدارة نادي النصر بتعاقب أي لاعب بيخطئ. إدارة نادي النصر وكل الأندية السعودية، مو بس إدارة نادي النصر، كل الأندية السعودية يعني حتى لو بتتأخر الرواتب، حتى لو بيكون مقدم العقد مثلا بعض اللعيبة ما أخذوها أو شيء، لكن بيتم الخصم بشكل أو بآخر يعني. فإدارة النصر أقوى وأكبر من إنه مثلاً إنه هي تنصاع تحت لاعب أو شيء. أنا أتوقع إنه هذا الكلام غير صحيح، لكن للأسف يمكن روج هذا الموضوع. لكن أنا بقول هذا الشيء بشيء شأن يخصنا إحنا الآن كنصراويين، يخصنا في البيت النصراوي. وأنا أتوقع إنه أي مشكلة لنا عمري ما أنا عن نفسي أتكلم عمري ما أطلع مثلاً على الصحافة أو شيء وبقول إنه أنا طالب أو أنا بقول، لأنه هذا الشيء مو من طبعي. عندنا أمور نحلها فصل بيت. أنا أتوقع إنه هذا هو المنطق وهذا هو العقل. كابتن، الاجتماع اليوم تتوقع يغير شيء في الموسم القادم لنادي النصر؟ والله شوف، طبعا نتمنى ان الامور تتحسن باذن الله تعالى، بالذات انه بعد الموسم هذا. انا بقول الموسم هذا يمكن ما توفقنا بشكل كبير. خلينا نكون صريحين يعني، يمكن يعني مساله تغيير المدربين، مساله الاجانب ما كانوا بالشكل اللي احنا يعني اللي احنا كنا نتمناه احنا وجماهير نادي النصر وكل المتابعين يعني.
ان شاء الله باذن الله تعالى يعني يكون هذا يعني الدرس يعني نستفيد منه كلنا، يعني حتى احنا كلاعبين قصرنا ما فيها كلام، احنا ما يعني ما بنشيل عن نفسنا المسؤوليه، بالعكس احنا جزء كبير نتحمل جزء كبير من المسؤوليه، احنا العدوات اللي بتأدي داخل الملعب فاكيد احنا بنتحمل الجزء الاكبر يعني، لكن ان شاء الله باذن الله تعالى السنه الجايه نحاول انه احنا نتعلم من اخطائنا هذه، وباذن الله تعالى يعني نقدم مستوى وموسم افضل من الموسم هذا بكثير باذن الله تعالى. كابتن حسين احنا نشكرك على اختيار برنامج كوره لهذا الحديث الاول حول هذه المواضيع. لا بالعكس اخوي تركي، انا اول شيء شاكر لك انت حيادك يعني بغض النظر عن يعني يمكن للاسف يعني بعض البرامج بدون ذكر اسماء طبعا يمكن هولوا الموضوع، انا اشوف انه انا بشوف انه المفروض يعني يكون يعني اي موضوع فيه طرفين، انا اتمنى انه الطرفين يعني يسمع من الطرفين، احنا كان عندنا مباراه مهمه امام نادي الاتحاد، ما كان عندنا وقت صراحه انه احنا المداخلات او شيء، لكن الاول وفي الاخير كل ما يهمنا هو الان هو انه احنا نسعد جماهير نادينا، حصل اللي حصل معنا من البطولات، خلينا نقول ان احنا قصرنا في حق جماهيرنا وهذا شيء واقع يعني ولا حد يقدر ينكره، لكن ان شاء الله باذن الله تعالى انه نحاول السنه الجايه باذن الله تعالى ان احنا نقدم لهم شيء، لانهم حضورهم لهم طوال الموسم حضورهم لنا، فهذا اكيد دين كبير علينا، وان شاء الله باذن الله تعالى نرد لهم السنه الجايه باذن الله تعالى. كابتن حسين عبد الغني كابتن المنتخب السعودي سابقا ونادي النصر حاليا، شكرا جزيلا لك على اختيار كوره للتوضيح كل هذه النقاط التي دارت في الايام الماضيه.